دكتور حمدي محمود مصطفى، دكتور في تكنولوجيا التعليم. أجود وأرفع وأحلى مثل يضربه الدكتور حمدي في تكنولوجيا التعليم أنه يورينا قد إيه هو تربى على إيد هذه السيدة العظيمة الفاضلة. إزيك يا دكتور حمدي؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إزاي حضرتك؟ مبروك على الدكتوراه أولا. الله يبارك في حضرتك، ربنا يبارك فيك والمشاهدين. وأولا بشكر فخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي أنه بيهتم بالأم والمرأة المصرية. صحيح. حقيقي. صحيح. في الفترة الأخيرة أقسم بالله شهادة حق الأم تكرم، ده أقل شيء. والفكرة يعني أنا مش عارف الموضوع كان بيني وبين داخلي، يعني في داخلي في نفسيتي أثناء طبيعي إعداد الرسالة بتاعتي كانت بقابل أمي على طول وقابلها، يا أمي أنا بعمل كذا، تقول لي يا حمدي أنت يوم ما تيجي تناقش أو في الكلية أو زمايلك هتقول لهم إن أنا أم وريفية وأمية وكده. فالكلمة حزت في نفسيتي جامد قوي يا حبيبتي، بأمانة والله يا حبيبتي. فيوم المناقشة بتقول يا حمدي أنت هتيجي هتاخدني وكده، فحتى يعني إحنا بينا وبين الكلية بتاع حوالي ساعة، فقالت لي يا حمدي أنا هجيب العربية حتى على سنة، ما استنتنيش أقول لها لا ده أنا هجيب لك عربية وبتاع وحاجات زي كده. فقلت إزاي أكرمها في اليوم ده؟ أنا مش عايز أنا الدكتوراه بأمانة، أنا عايز أقول للعالم كله إن دي أم اللي ربتني الست الأمية وأنا بفتخر بيها. وحطيت روب الدكتوراه على كتافها. والكاب كمان. الله عليك. قلت لها يا أمي أنا ما يعني أنا مش عايز الدكتوراه، حتى أثناء المناقشة هي بكت، فصلت يعني أنا حضرتك بتبقى عارف المنصة والمشرفين طبعا والأسئلة وببقى مركز معاهم، فسمعت بكاء أمي جنبي على اليمين. فاتجهت وسبت المنصة وبدأت أتجه لأمي. يا أمي ما تقلقيش أنا بذاكر كويس، أنا عامل رسالتي بشرف. أستاذ الدكتور الجزار من جامعة عين شمس جاي بيناقشني، أستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق من جامعة اسكندرية، أستاذ الدكتورة سعاد شاهين جامعة طنطا، العميد عميد الكلية أنا بشكره حقيقي، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة. يعني كان في اهتمام والله أقسم بالله بدون ترتيب، إن في اهتمام من الجامعة من الإدارة من الكلية وكيلة الكلية للدراسات العليا، كله موجود يشاء القدر إن أنا أقرر أمي في وسط كوكبة من العلماء بأمانة. وإن المشرف بتاعي أثناء البتاع قبل ما هي ما تخش أنا كنت قايل له يا دكتور أمي، فبيقول لي أمك متعلمة معاها شهادة، قلت له لا أمية، ساب الدنيا كلها سبحان الله ويبوس راسها وإيديه. أنا مش عارف أقول إيه، إن اليوم ده فعلا كان مهيأ من ربنا إنها تكرم في اليوم ده بأمانة. سبت المناقش واتجهت، أنت بتعاتي ليه يا أمة ما تخافيش، أنا يعني قوي ومذاكر رسالتي كويس وإن شاء الله هنالها. فبعد ما خلصت الحمد لله خدتها بامتياز، ورحت جاي قايل لها يا امي انا ما استحقهاش فعلا، انت اللي تستحقيها. ورحت جاي ملبسها الكاب يعني انا دموع الفرح لامي وهي مش عارف اقول لك ايه حاليا دلوقتي والله. والله احنا اللي مش عارفين نقول ايه بصراحه، احنا اللي بنشكرك، نشكر الام اللي ربت راجل حقيقي وعالم كبير زيك يعني حقيقي. ودي حاجه حقيقي لازم الواحد يشكرها عليها ملايين المرات، لانها ادت لمصر هديه انه احنا كده هنقول يا بخت تلامذتك بيك. ربنا يبارك في حضرتك، لانه هيتعلموا ويتربوا على ايد راجل محترم. الله يبارك في حضرتك، وبالاخص كمان ان امي احنا سبع اخوات ما شاء الله وعلمتنا كلنا. انا مش عايز اقول لحضرتك قصتها وهي عماله تعلمنا، عايزه يعني الجيران والده متعلم وده والدته متعلمه. انا والدي كان معاه ابتدائيه وكان في الجيش وخد حضر سبع حربات وكده يعني، فكانت تقعد تعلمنا نقول لها يا أمي اكتب لنا الواجب، فتقول أنا اكتب لكم الواجب، يعني هي بداخليتها تكتب الواجب إزاي. فتقوم تجيب ابن الجار ده يا فلان والنبي تعالى شوف ابني إيه اللي واقف عليه، يعني كانت بتسعى إنها تجيب لنا. عايز أقول لحضرتك في الحساب كانت تجيب البرتقال من السوق يوم الاثنين عندنا في البلد، أنا من قرية بشواي، وتجيب وتقول اتنين برتقانة واتنين برتقانة يبقوا أربعة، على قد يعني أبسط شيء عايزة تعمل حاجة بس هي مش عارفة. فما جيش انا في اليوم اللي باخد فيه الدكتوراه وما كرمش امي قدام الوطن العربي كله، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. انا جزمتها في راسي، يعني مش عايز اقول لحضرتك، يعني مش عارف الاحساس اللي جوه فيه ان انا اقوله بصراحه. بوس لنا ايديها وراسها مليون مره.
الله يبارك نشكرها بالنيابة عن كلنا يعني عننا كلنا، كل مصر الله تشكر أم بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذه العظمة وبهذه القيمة. وتاني أرجع أقولك يا بختها بيك ويا بختك بيها ويا بخت تلامذتك. ألف شكر حضرتك. النهاية النهاردة يعني حتى مداخلة حضرتك معايا ليها يعني دي حاجة كبيرة عندي جدا جدا، وخاصة يعني يشاء القدر إن كان يوم مناقشتي يوم الإسراء والمعراج ما شاء الله، كان شهر 3 بادئ عيد الأم، إن أنا أكرمها يعني من خلال البرنامج بتاعكم وأقول لها يا أمي افتخري إن ابنك دكتور بفضل الله أولا ثم بفضل حضرتك، وأنا بدونك لا شيء. صح، انت اللي تستحقي التكريم. صح، انت اللي تستحقي التكريم مش انا. صح، لان لو ما كنتيش اصريتي في تربيتي على ما انت علمتينا عليه ما كنتش انا بقيت دكتور دلوقتي حاليا، هتبقى احسن دكتور. ولسه يا بخت اللي راضيه عنه امه. يا رب اللهم امين. هتبقى احسن كتير، هنشوفك في الدنيا كلها والكل العالم هيتكلم عنك. انا بشكرك جدا يا دكتور حمدي محمود مصطفى الحاصل على درجه الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم، ابن الست الفاضلة اللي علمته بكل الطرق الممكنة رغم إنها ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب.